السوشيال ميديا اون تايم سبورتس اي جي كالعاده موجز الاخبار. الزمالك يتوج بطلا للسوبر الافريقي لكره اليد للمره السابعه في تاريخه بعد فوزه على الاهلي في الثواني الاخيره 28-27، بيتاهل لمواجهه برشلونه في كاس العالم للانديه بالتوفيق ان شاء الله. الجهاز الفني للنادي الاهلي يعطي راحه غدا للاعبين ويواجه الاتصالات 13 سبتمبر والمقاولون العرب 16 سبتمبر وديا استعدادا للسوبر المصري يوم 21 امام طلائع الجيش. موسيماني يمنح لاعبي الاهلي راحه من التدريبات غدا والفريق يدخل معسكر مغلق بالاسكندريه يوم 16 سبتمبر، كل التمنيات بالتوفيق للجميع. احدث صفقات الزمالك محمود شبانه بينتظم في تدريبات الفريق، راحه سلبيه لمروان حمدي بعد شعوره بالاجهاد، الف سلامه. بعد فخر الدين بن يوسف بيراميدز يعلن عن ثاني صفقاته عبد الله بن مجدي من صفوف مصر المقصه، وفاركو يعلن ضم علاء سلامه لاعب الانتاج الحربي ومصطفى حماده لاعب كفر الشيخ. وبعد اعتذار مختار عن تولي تدريب غزل المحله محمد عوده والمدربين المحترمين جدا يقترب من قياده غزل المحله، اما في المصري فيبدو ان معين الشعباني صاحب الفوز ببطوله افريقيا مرتين متتاليتين مع الترجي التونسي اصبح المرشح الاول لتولي تدريب الفريق. المصري يتعاقد مع الفلسطيني محمد بلح بعد اعلانه ضم احمد الشيخ وعمرو مرعي واحمد علاء واسلام جمال واسامه الجزار، وغضب في صفوف ايسترن كامباني او الشرقيه للدخان بسبب ان هم اللي كانوا بيعملوا كل التفاوض وكل الاوراق لهذا اللاعب الفلسطيني. عموما حصل خير. الاتحاد السكندري بقياده رئيسه محمد مصلحي واصل وفي هدوء تام ضم لاعبين متميزين هذه المره مع الغاني بنجامين بواتينج 3 مواسم، اما طلائع الجيش فقد استعار رامز مدحت من دجله وتعاقد مع كريم عمير لاعب نادي بوردو الفرنسي السابق. في مفاجأة مدوية، نادي المقاولون العرب بيستبعد 10 لاعبين من القائمة الأولى للموسم الجديد على رأسهم إبراهيم صلاح بعد مشوار حافل إبراهيم صلاح مع عدد كبير من الأندية وأحمد حسن مكي. بعد أن كانت تسير بهدوء وبانتظام، اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة بلدية المحلة تلغي الانتخابات بعد الاتهامات المتبادلة بين المرشحين بالتزوير. استدعى الشرطة رئيس اللجنة المشرفة ولكنه حدث هرج ومرج، فقرر رئيس اللجنة إنهاء أو إلغاء العملية الانتخابية. وبعد أن كان بطلا متوجا في تركيا بعد البداية الرائعة في تصفيات كأس العالم، الاتحاد التركي يعلن فسخ تعاقده مع مدرب المنتخب شينول جونيش بالتراضي بعد خسارة ثانية أمام هولندا لكنها كانت قاسية 6 أهداف مقابل هدف. نهائي ولا أغرب ولا أعجب في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، كل الكبار والمخضرمين خرجوا والصغار والصاعدين تأهلوا. ليلا فرنانديز الكندية تتأهل إلى نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بالفوز على البيلاروسية أرينا سابالينكا، تصطدم بالبريطانية إيما رادوكانو التي فازت هي الأخرى على اليونانية ماريا ساكاري.